هبة أيار عام 2021 برزت مدينة اللد كواحدة من أكثر المناطق اشتعالاً في خوض المواجهة مع العدو، وما زالت تعيش تبعات الحدث حتى اليوم. الهبة أعادت الأنظار نحو مدينة تعرضت لأبشع المجازر في نكبة عام 48، إذ لم يبقى فيها من الفلسطينيين في حينه إلا نحو 1000 شخص، لتشهد فيما بعد موجات لجوء فلسطينية من النقب ومن المناطق المحيطة كيافة والرملة وغيرها. تحملت اللد عبء الكثير من الأحداث في فلسطين، وهو ما خلق تركيبة اجتماعية وديموغرافية وسياسية مركبة ومتغيرة باستمرار. يضيق الاحتلال على وجود الفلسطينيين بكل الوسائل، أبرزها عدم منح تراخيص بناء في الأحياء الرئيسية، وهو ما يؤدي إلى حشر الفلسطينيين في أحياء تشبه الجيتوهات. في اللد وحدها هناك ما يعادل 3000 وحدة سكنية غير مرخصة بالنسبة للمؤسسة الإسرائيلية. سكان هذه المباني يعيشون تحت تهديد مستمر بالهدم والتشريد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المسار، نصورها في مدينة اللد في الداخل. نحاول في هذه الحلقة أن نفهم الظروف السياسية والاجتماعية التي منحت اللد خصوصية ما في المشاهد العامة لهبة أيار من العام الماضي. سنسأل عن أبرز ما علق في أذهان أهل اللد من مشاهد الهبة الأخيرة، وعما حدث بعدها، وعن تبعاتها في الأشهر اللاحقة. جزء من هذه التبعات كان أن الاحتلال بدأ يسارع في مخططات التهويد داخل مدينة اللد. نتحدث هنا مشاهدين عن محورين، الأول يتمثل في مخطط يستهدف تغيير معالم البلدة القديمة في اللد وإقامة مباني سكنية جديدة من أجل إفراغها من الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم، والمحور الآخر له علاقة بمخطط يستهدف ما يعرف بحي أو كرم النقيب. طبعا لن يكون بالإمكان أن نتحدث عن قصة اللد من دون أن نتطرق إلى مسألة الجريمة والعنف، خاصة أن اللد هي ربما من أكثر المناطق تضررا من هذا الكابوس. إذن مشاهدينا، سنبدأ هذه الحلقة بالسؤال عن ظروف الهبة الشعبية في مدينة اللد وتبعاتها فيما بعد. طبعا استشهاد الشاب موسى حسوني كان ربما الحدث الأبرز خلال الهبة، لكن قبل ذلك الناس خرجوا نصرة للقدس وغزة ليجدوا أنفسهم في مواجهة أعنف مظاهر الإرهاب والقتل يقودها العدو بمستوطنيه وجيشه وشرطته. جماعات الاستيطان الدينية كانت تأتي إلى مدينة اللد من داخل المدينة ومن خارجها لتقود حملة الاعتداء ضد أهالي اللد ومقدساتهم، حتى أنهم قاموا بتعليم البيوت العربية من أجل تنفيذ الاعتداءات، وأيضا أطلقوا الرصاص الحي على المصلين في المسجد العمري في هذه المنطقة تحديدا. سنتحدث بالتفصيل عن هذه الظروف وعن أيضا الظروف الاجتماعية والسياسية التي قادت إلى كل ما رأيناه في مدينة اللد في شهر أيار العام الماضي، بالحديث بداية مع الأستاذ خالد زبارقة المحامي وعضو اللجنة الشعبية في اللد. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بكم وبجميع المشاهدين. أهلا فيك. يعني أستاذ خالد، إحنا موجودين اليوم بالمنطقة اللي يمكن هي تقريبا كانت ساحة حرب في شهر أيار العام الماضي، شهدت مواجهات جدا عنيفة وشهدت اعتداءات غير مسبوقة كمان من جماعات الاستيطان ومقاومة وصمود من أهل المنطقة. ما الذي يعني ما أكثر شيء يعلق أو علق في الذهن من تلك الفترة؟ يعني أكثر شيء علق في الذهن أن إسرائيل تركت فتحت المجال لميليشياتها المسلحة الإرهابية من المستوطنات الموجودة بالضفة. هؤلاء هذه الميليشيات الذين تربوا في دفئات الكراهية والإرهاب في مستوطنات الضفة، والمتسلحون بأيديولوجيا وعقيدة قاسية جدا لا تعتبر وجود العربي أو تعتبر وجود العربي خطر، ولذلك هي تقوم بواجبها من وجهة نظرها
اتجاه اقتلاع هذا الوجود. الهجوم الممنهج الذي كان تحت غطاء السلطات الرسمية وخاصة البلدية والشرطة والمخابرات وتحت غطاء الإعلام العبري الذي أعطى دائما أعطى دفعة معنوية وتحريض مستمر على الوجود العربي، هذه الصورة طبعا ووجودهم وتفرقهم بين الأحياء العربية بمجموعات، اعتدوا على الناس، اعتدوا على الممتلكات، اعتدوا على البيوت، على السيارات، حرق الممتلكات، حرق السيارات. طبعا هذا الاستهداف كان ممنهج، هذا الاستهداف كان تحت خطة معروفة قامت بها هذه المجموعات تحت إدارة رئيس البلدية الذي أعطاهم طبعا مبنى البلدية، هناك مبنى آخر للبلدية، أعطاهم مكان لإقامة غرفة عمليات لإدارة كل هذا الإرهاب على الوجود. غرفة عمليات في داخل مبنى البلدية. داخل مبنى البلدية، نعم. لإدارة الاعتداءات. على العرب. هو مبنى البلدية في مقابلنا، في مقابل. يعني ليس هذا المبنى الجديد وإنما مبنى آخر، ولكن هذه الصورة كانت علقت في الأذهان أن كل الحديث السابق من طرف السياسي الساسة الإسرائيليين، من طرف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، من طرف المؤسسات الرسمية الإسرائيلية على الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعايش وحسن الجيرة وحقوق المواطن وحقوق المواطن، خاصة إسرائيل نحن نعتبر يعني حسب المفهوم القانوني يعني جنسية إسرائيلية. ولذلك هذه حقيقة تأتي جميعها تحت عنوان واحد، أن إسرائيل كشرت عن أنيابها إزاء واتجاه الوجود العربي في هذه يعني المدينة. يعني لم يعد هناك أقنعة، خلينا نقول، اللي بتغلف طريقة التعامل مع الفلسطينيين. نعم. في الداخل. نعم نعم، لأنه إحنا يعني إحنا تم الاعتداء علينا لأننا عرب، يعني بدون أدنى، ما في أي سبب آخر. وتم منهجة الاعتداء علينا لأننا عرب، ويتم منهجة الاعتداء على هويتنا وعلى وجودنا وعلى حاضرنا. نعم. وعلى مستقبلنا وعلى رموزنا الدينية والوطنية فقط لأننا عرب. ولذلك والذي قام بهذا الاعتداء هي الدولة الرسمية، الحكومة الرسمية الإسرائيلية، طبعا بواسطة أضرحها المختلفة، وأهمها هو الذراع التنفيذي ورأس الحربة في هذه الحرب التي كانت هي الميليشيات اليهودية الإرهابية التي جاءت من المستوطنات، طبعا التي أيضا انضمت إلى المستوطنين المتطرفين الموجودين في مدينة اللد. أستاذ خالد، كمان عم نحاول نفهم البيئة السياسية والاجتماعية الموجودة في مدينة اللد، اللي ربما جعلت يعني المواجهة في اللد استثنائية أو لها خصوصية ما في مشهد كل المشهد اللي صار في أيار العام الماضي. فشو هي العوامل اللي خلت فعلا الناس تنتفض بهذا الشكل اتجاه اعتداءات المستوطنين والاحتلال؟ شوف، في هناك عدة عوامل أو عدة جوانب من العوامل. يعني الجانب الأول أن الفلسطينيين في اللد هم جزء من الشعب الفلسطيني، وهم يعني يتعاطفون مع القضية الفلسطينية بشكل عام، وهم أيضا بتعاطفوا مع الأحداث اللي سبقت الأحداث اللي صارت في اللد، يعني أحداث المسجد الأقصى المبارك، العشر الأواخر في المسجد الأقصى المبارك، 28 رمضان، توقيف الحافلات في شارع واحد ومنع الناس دخول الأقصى، والتحدي وحالة التحدي الكبير اللي صارت والناس مشت على بالشارع حتى يروحوا على المسجد الأقصى. صارت عوامل كثيرة. الحدث اللي صار في باب العمود وهجوم المستوطنين، يعني نفس المستوطنين اللي اجوا هجموا علينا هم نفسهم اللي كانوا في المظاهرة تاعت باب العمود. الحدث اللي صار في باب العمود ايضا كان حدث مهم وعلامة يعني راكمت الغضب والاحتقان اللي موجود عند الناس. الاحداث اللي صارت حول حي الشيخ جراح وحول احياء القدس المختلفة، طبعا الشعور بالظلم، طبعا هذا التأم مع الشعور بالظلم الموجود عند العرب هون في مدينة اللد. يعني احنا نتعرض لحالة من
خنق الحياة الاجتماعية والمدنية في داخل في على العرب خاصة. نعم. يعني منع بناء البيوت، سياسات الهدم، سياسات التضييق والخنق على المصالح العامة، الملاحقة المستمرة للوجود العربي، الملاحقة المستمرة للشباب، التهديد الدائم، يعني وجود الإنسان شعوره الدائم أنه مهدد في هو موجود داخل مدينة اللد، بالإضافة إلى الدور المخابراتي اللي أعطى نوع من التخويف والملاحقة للشباب. طبعا كل ذلك يعني عمل احتقان في وجدان الناس. نعم. هذه الأحداث كلها اجتمعت مرة واحدة، يعني أحداث تتعلق محليا باللد، أحداث تتعلق بحياة الناس، بحقوقهم موجودة في مدينة اللد. طبعا يضاف على ذلك الأحداث اللي كانت سبقت هذه الأحداث كيف أنا شرحتها. كل هذه الأحداث طبعا أخرجت الناس للمظاهرة اللي كانت في 10/5 اللي كانت هون في هاي المنطقة تحديدا. طبعا المظاهرة اللي خرجت كانت مظاهرة قوية جدا، وجودها كان غير مسبوق في مدينة اللد، اللي يعني طبعا تم تنظيم هاي المظاهرة بشكل تلقائي. خلال ساعات اجتمع هنا مئات الأشخاص خاصة الشباب، والحدث اللي خلى هاي المظاهرة تنفجر أكثر هو قمعها على يد الشرطة الإسرائيلية. يعني الشرطة الإسرائيلية لما شافت أن الشباب نزلوا العلم الإسرائيلي وحطوا العلم الفلسطيني على أحد الأعمدة هون، فثارت ثائرتها وقامت بدها تفض هاي المظاهرة بالقوة. طبعا لما أخذوا هذا القرار وبدوا يفضوا المظاهرة هاي بالقوة، انتقلت هاي المظاهرة من هون، انتقلت لكل منطقة. لكن طبعا المظاهرة كانت سلمية بالرغم من أنه كان فيها يعني أحداث، لكن بالعموم هيك المظاهرات، يعني هاي احتجاج على، لكن هي قوبلت بعنف يعني مفرط، فبالتالي اضطر انه كمان الشباب يدافعوا عن نفسهم. يعني بالضبط، يعني هي الشرطة الإسرائيلية مع البلدية مع المجموعات المتطرفة هون طبعا لم يروق لهم هذا الحدث اللي هو في مدينة اللد، فهم يفكروا بالقوة يعني رايحين يخمدوا هاي المظاهرة. طبعا هذا غباء، يعني هذا غباء وجهل في الحركة الاجتماعية وفي حركة. نعم. الناس وفي تفكير الناس، هم فكروا إذا بيستعملوا هاي القوة الناس راح تتراجع. طبعا ما كانش هيك، الناس بآخرة المطاف عندها شعور بالانتماء، عندها شعور بالهوية، عندها شعور إنها جزء من شعب فلسطيني كبير موجود في كل العالم. وهذا تراكم وعي صار في السنوات الأخيرة، هذا ما صارش بنفس اليوم. نناقش بالضبط هذا موضوع التراكم، يعني احنا يعني مدينة اللد هي من اكثر المدن اللي تعرضت لتهجير وقتل قاسي في 48، ما ضلش فيها الا 1000 فلسطيني، فيما بعد صار يجوا فلسطينيه من مناطق مختلفه بسنوات لاحقه، يعني بالفتره الحديثه صار في استقدام لمستوطنين اكثر. فنلخص بالضبط هاي طبيعه توزيع السكان، خلينا نقول امتى صار في فلسطينيه اكثر امتى قلوا، واليوم هذا الاحتلال هو هاجس بالنسبة له أنه قديش ممكن يفرغ الفلسطينية من مدينة اللد. يعني عشية احتلال مدينة اللد يعني كان شهر تموز 1947، بقي من سكان مدينة اللد اللي كان بضمه تقريبا 40,000 بقي منهم فقط 1000 واحد. طبعا الباقيين إسرائيل مارست جرائم بحق الإنسانية، جرائم حرب مارستها ضد الناس هون، كانت في مجازر. نعم. مسجد دهمش هون كانت في مقابر جماعية، تم دفن الناس في مقابر جماعية، تم تهجير الناس بالقوة. الله أكبر. الله بعد ذلك تمت التكاثر الطبيعي والهجرة الإيجابية للعرب من مناطق النقب خاصة. نعم. النقب إلى داخل مدينة اللد، من مناطق القدس، الضفة إلى داخل مدينة اللد، من مناطق أخرى اللي تجمعوا هون، ومن هون بدت
النواة الأولى تتواجد ومن هون بدأت تتكاثر تكاثر طبيعي. هلا الان احنا على مسامع اذان الظهر، يعني هذا ممكن نختم فيه للحديث عن يعني قد ايه كمان موضوع الاذان هو بالنسبه للاحتلال المزعج، هو موضوع حرب بالنسبه للفلسطينيين محافظوا عليه وعلى صوته في داخل مدينه اللد. شوفوا وجود المستوطنين يعني اللي استخدموهم من النواه التوراتيه وغيره اللي استخدموهم لمدينه اللد كان بهدف تغيير التضييق على الوجود العربي، تغيير الميزان الديموغرافي وصبغ الحيز العام بصبغة يهودية. الصبغة العامة هي صبغة عربية اللي كثير عوامل، لكن أهم هذه العوامل لما نحكي عن الحيز العام هو موضوع الأذان. موضوع الأذان يعني أي إنسان بيجي الآن من خارج البلاد بيجي على مدينة اللد كأول مرة بيجي على مدينة اللد بس يسمع الأذان في ذهنه وفي وعيه وفي عقله الباطني بيفهم أنه هاي بلد عربية. نعم. هذا الانطباع هم بيحاولوا يغيروه، بيحاولوا يغيروه بالقوة بالقوة، يعني هم بيحاولوا يغيروه بالقوة. طبعا يعني كثير هي الأشياء، يعني مثلا المآذن هي المآذن والقباب هي جزء من الهوية، الحيز العام من رموز الهوية الموجودة في الحيز العام، نمط البنى، كثير أمور، الوجود البشري الإنساني، الوجود الناس بطريقة لباسهم، طريقة أكلهم، طريقة احتفالاتهم. نعم. في الأعراس في مناسباتهم هي جزء من الرموز اللي بتعطي صبغة للحيز العام. هم بدهم يغيروا الحيز العام ليصير حيز يهودي، يعني ينفهم في ذهن الناس انه مدينة اللد هي مدينة يهودية ومش مدينة عربية. هذا الشيء اللي هم بيسعوا بكل ما اوتوا من قوة انهم يفرضوه بالقوة على العرب، ولكن الوجود العربي في اللد هو وجود قوي. نتواجد الآن مشاهدينا في منزل عائلة الشهيد موسى حسونة في منطقة الحارة الشرقية في مدينة اللد. ذكرنا أنه تاريخ 10/5/2021 كان اليوم اللي شهد نقطة مفصلية، خلينا نقول في وتيرة الأحداث في مدينة اللد بهبة أيار من العام الماضي. يومها الشاب موسى حسونة كان في المسجد الكبير، المسجد العمري في مدينة اللد. بخارج المسجد كان بهداك الوقت مجموعة من الناس اللي خارجين في مظاهرة نصرة لمدينة القدس. بالتزامن مع ذلك هجم مستوطنين على المنطقة بأسلحتهم، بأسلحة ثقيلة، وكان هجوم مكثف من قبل المستوطنين على أهالي مدينة اللد في ذلك اليوم. في لحظة خروج الشاب موسى حسونة من المسجد تعرض لإطلاق نار بالرصاص الحي من قبل أحد المستوطنين اللي كانوا موجودين في تلك المنطقة، وبالتالي استشهد. عمليا يعني استشهاد حسونة وفيما بعد أيضا إغلاق الاحتلال لملف التحقيق في ملف استشهاده، هذا خلق ظروف ربما مختلفة في مدينة اللد. إحنا اليوم أهالي اللد يشهدون يعني كل عشرة شهر وقفة من أجل إعادة ملف الشهيد حسونة إلى الواجهة، من أجل المطالبة بالعدالة لإله ويعني معاقبة المجرمين الذين أقدموا على هذه الجريمة، وأيضا إسنادا لعائلة الشهيد اللي يعني كمان فيما بعد شهدت مضايقات واعتقالات وملاحقات من قبل السلطات الإسرائيلية. الآن إذا معنا والد الشهيد السيد مالك حسونة، ومعنا أيضا والدته عبيدة حسونة. أهلا بكم وشكرا لأنكم استضفتوني في بيتكم. يعني عم نحكي عن أنه ملف الشهيد حسونة أغلق من قبل سلطات الاحتلال، هم لا يريدون التحقيق فيه، مع ذلك أهل المدينة مصرين على أنه ملف الشهيد لن يغلق ولازم يضل موجود، بدليل أنه عم بيطلع كل شهر هاي الوقفة اللي عم بتأكد على يعني ضرورة معاقبة المجرمين، وأنه كمان يضل ملف الشهيد حي. بالنسبة لك أخ مالك، نبدأ معك، يعني ماذا يعني لك أنه كل شهر تطلعوا بهاي الوقفة للشهيد موسى حسونة؟ الوقفة هذه عشان ابن الشهيد، النيابة الإسرائيلية اتصلت فيه وقالت لي احنا
أطلقنا سراح اللي قتلة، والقتلة هذولا طلعوهم بعد 18 19 ساعة بالكثير، بقوا برا. أجا وزير الداخلية مع رئيس البلدية مع إدفير، أجوا وأمروا بإخراجهم من قلب السجن وطلعوهم. ما عادوش 24 ساعة بقلب السجن، ما قعدوا. فإحنا إن شاء الله بمشيئة الله كل ما في عندنا نفس بدنا إن شاء الله كل 10 شهر وين ما استشهد الحياة موسى الله يرحمه، إحنا بدنا نعمل وقفة حتى القتلة يخشوا السجن ويتعاقبوا. ما فيش دولة إسرائيل ما فيش عندها عدالة، ما إيش كلمة ما فيش عندها عدالة؟ لو إنه موسى ابني اسمه موشي أو اسمه أفرام كان أنت شفت بذاتك إيش سووا، لكن هو عشان اسمه موسى عربي ما عمالهم يهتموا في أمره من مرة. وأنا إن شاء الله كل ما في نفس بإذن الله بمساعدة الأحباب والمحامية وكليتهم، أنا كل 10 شهر وأنا بطالب وبعمالي بدعي بعرب 48 وبعمل مناشير بقلب الفيسبوك وبدعي الناس تيجي كلها، بيجي صح بيجي، ما بيجي كم بيجي 50 واحد ما بيجي أكثر، لكن أنا لن أسلم. أنا بقول لك شو واحد كمان، أنا لا أنساك يابا يا موسى يا شهيد الله يرحمك، أنا بنساش موسى ولا عمري أنساه. أنا وين ما أمشي بتذكر موسى لما بقى يساعدني في المسعيد، بتذكر موسى لما بقى يجي يقعد عند أمه، بتذكر موسى بحب الصلح. يعني بقول لك يعني موسى هزني هز، يعني أنا لحد اليوم حتى بالشغل أنا بفكر بموضوع موسى. أنا بقول يا عرب اللي موسى الله يرحمه عشان الأقصى، عشان الشيخ جراح، عشان القدس استشهد كل شيء، فاحترام له. فأنا بطلب من كل واحد لما بسمع إنه أنا بقول له مش طالب كثير وقت، كلها ساعة زمان، ولا أقول لهم ارجموا حجار ولا أقول لهم ارفعوا أعلام. أنا كل اللي بطلبه تعالوا وقفوا معاي حتى القاتل يأخذ مجراه الحكم تبعه. وين العرب؟ من كفر كنا؟ من أم الفحم؟ يعني أقول لك ما فيش حدا، يعني حتى أعضاء بلدية أولها أجوا علينا، لكن أعضاء البلدية فيش غير سامي أبو شحادة وأبو السعد بس، يعني أجا كل مرة أجا، بس المرة هاي ما جاش الله أعلم إيش في معه، بس وله دائما بقى يجي. أعضاء بلدية ما بشوفش حدا منهم بيجي على الوقفة، ليش؟ ليه مش شهيد هو؟ مش ابن البلد وابن بريد البلد؟ موسى صح بقى ابني، اما موسى انا بقولها من يوم ما استشهد موسى عشان قضية القدس وعشان قضية الاقصى وعلى الشيخ جراح، صار موسى ابن فلسطين كلها، لازم كلهم يوقفوا مع موسى، مش عشان ابوه، عشان احترامنا موسى على اللي صار فيه. هلا في اي قيادات او احزاب ماسكه ملف موسى بتتابع باي طريقه من طلعي؟ احنا بس عن طريق عداله بحيفا، وبقينا لازم ان شاء الله نكون بقلب عداله انا والمحامي خالد الزبارقه، لكن اليوم اتصلت فينا الكاتبه بتاعته واجلته ليوم الاثنين ل 17 الشهر. طيب نسمع منك اخت مياد، يعني شو بتكون رسالتك لما بتنزلوا على هاي الوقفة الشهرية لتعيدوا إحياء خلينا نقول ملف الشهيد موسى حسونة؟ طلعي موسى الله يرحمه أول إشي مات شهيد، يعني موته بتشرف الحمد لله رب العالمين، وربنا اللي أعطى وربنا اللي أخذ، وإحنا ناس مؤمنين وبنآمن في هذا الإشي. بس لازم موسى ياخذ، اللي قتل موسى لازم ياخذ عقابه، لازم القانون ياخذ مجراه، لازم يكون في عداله هون، مش بس عشان موسى عربي انه انتهت قصته وماتت. اخوه وابن عمه وابن عمته كلياتهم اتحبسوا ولليوم محبسين، بس مجرد انهم هم كانوا دفاع عن النفس ولا قتلوا ولا سووا. ليش هدول محبوسين؟ ليش هو اللي المستوطن المتطرف اللي قتل موسى حسون الشهيد برا ما في حدا يسأل فيه ولا حدا توجه له اتهام ولا حدا يعني سوى أي إشي؟
حتى يعني ال 24 ساعه ما كمان هم جوات السجن جوات التحقيق، حتى هو مش ما كفتش السجن ولا يوم واحد، ملف ما فتحوا لهش، هم ملف التحقيق كله اغلق، هم قالوا ملف التحقيق تسكر. والله انا بقول لك انه ما في حتى فتحوا له ملف، يعني الاشي واضح انه حتى ملف ما فتحوا لهش ولا تحقق معه. اخذوه ضفوه ساعتين ثلاثه وروحوا على البيت وحموه وحموا عيلته وحموا بيته، ويمكن طلعوا حتى من كل البلد صفروه. هلا يعني كانت المفارقه بانه بدل ما يكون في متابعه على قصه يعني مين قتل موسى، كان لا بالعكس سلطات الاحتلال شنت حملتها ضد اهل موسى، ضد عائله موسى، بانه صار في اعتقال لاولاد عمه، اخذوا اعتقلوا اعتقلوا اخوه واعتقلوا ابن عمه بعد باسبوعين، ولليوم ابن عمه محبوس، وتهجموا عليهم وضربوهم بقلب السجن، اعتدوا عليهم في مش بالتحقيق غير التحقيق بعد التحقيق، قدموا لهم لائحه اتهامات، اتهام لازم ما يطبوش فيهم، خشوا عليهم للتامين ضربوهم. يعني ابني انا لما رحت على الزياره ما قدرتش اعرف انه هو، يعني الدم وجهه عينه كتير مش شوية، هذا وجهه هيك عنده كان حاطط جسر لسنانه مكسر، تمه مزع تمزيع. يعني أنا لما شفته هيك قلت له إيش هذا، إيش اللي صاير معك، حتى أنا قدرت أمسك حالي، بدي أقوي شخصيته وعزيمته. قلت له لا ولا إشي يما، بصيرش إنك أنت كله بهون، مش مهم بتروق وبصير منيح. أما أنا من جوا بتمزع لما شفت. وبعد ما روحنا من الزيارة احنا اتصلت في كل أعضاء الكنيسة، سامي أبو شحادة، أيمن عودة، عايدة توما، كلهم يعني اتصلنا فيهم، يعني خلال فيش 4-5 أيام نقلوهم لسجن تاني. يعني الإشي تحرك، الإشي تحرك. فعشان هيك أنا بآمن إشي واحد، إذا احنا بنضلنا ورا الموضوع هذا ونضل فيه وقفات، الإشي بضل حي والإشي إن شاء الله بيجيب نتيجة. أما إذا احنا سكتنا على الموضوع الشهيد وسكتنا على قصة انه هو الملف تسكر وخلاص انتهت، معنى هذا هو اللي بدهم اياه، ينسونا القضية والقضية تموت. هلا بالنسبة لاخوه ذكرتي لي تحت الهواء انه هو ما زال بقيد الحبس المنزلي لليوم، 3 شهور حبسوه في سجن عندهم، وثلاث شهور صار له محبوس في سجن بيتي والمسافة محدودة. يعني مش تقولي انه هو سجن بيتي ومش في ومش في بيته ولا رملة. بيت اهله عند دار حماه اللي هي عيلة مرته، المسافة عنده يعني الاشي محدود، ممنوع تطلع عن المسافة، يعني نقول 10 متر مربع اعطوه، ما اكتر من هيك ممنوع تتحرك. 3 أشهر بهذا الوضع ومش محدد امتى رح ينتهي. لليوم يعني اقول لك هذيك المرة كانت حالته بالمرة، يعني عي صار معه سخونة، صار معه اتصلت مرته قالت له انا بدي اخده على السبيطار، قالوا لها من ساعة ما يطلع بتخبرينا بالامبولانس، واتصلوا بالامبولانس وحكوا معاه عشان ياكدوا، ولما وصل السبيطار صورت الورقة انه هو في السبيطار وبعتت لهم اياها، خلص روح على الدار صورت انه هو بقلب البيت. يعني الاشي كتير 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 بضايق. هذا اب عيلة ورا اولاد، مين بده يصرف عليه، مين بده يقوم فيه عائلته؟ يعني 6 شهور بكفيش انهم قتلوا اخوه، كمان اخذوه حبسوه وغير التعذيب، وابن عمه وابن عمته، يعني من العيله ما ضلش واحد. وهلا انت سمعتي انه هو كمان في من العيله من دار حسونه اللي هم اتهموه، من دار حسونه مش يعني عموميه الاب، اتهموه انه هو قاتل، له جديه في قتل اليهودي اللي هو يشوع، اتهموه. ولليوم هذاك الثاني كان من يوم الاحداث اليوم بقلب السجن، يعني في اتهامات، في اتهامات، فيش دليل، فيش دليل، بس المهم بدهم يحطوهم بالسجن. رغم انه جريمه قتل حسونه موثقه كانت، هي ما انعملش. موسى حسونه الله يرحمه كان مبين منهم اللي قتلوا، وكان مبين وواضح وفي كاميرات وين ما كان، والشيء لغوه وسكروه بالاخر، قالوا انه هو دفاع عن النفس. يعني اللي قتل موسى حسونه كان هو دافع عن نفسه. موسى حسونه ما كانش معاه لا حجر ولا معاه سكينه ولا معاه عصاي، طالع هيك واكل رصاصه في قلبه الله يرحمه، وهداك هو القاتل اللي هو اللي اعتدى عليه طلعوه. وين الحكم؟ وين العداله؟ يعني بظل هاي التفاصيل اللي عم تذكروها انه يعني مفارقات كثير، انه يعني بدل ما يصير في محاكم، او طبعا لا حدا يتوقع، انه ما حدش متوقع من انه المؤسسه الاسرائيليه، لانه هي بتدعم المستوطنين بالاخر، ولكن انه ملاحقه عائله الشهيد بهذا الكم، استمرار الاعتداءات، اعتقالات بعد استشهاد يعني موسى حسونه، هذا الشيء يعني
شو خلق بالنسبة لأهالي مدينة اللد فيما بعد الهبة أخ مالك؟ شوفي تحكي لمين؟ تحكي للقاضي، والقاضي هو محاميهم. يعني بقصد أنه كل هاي الأحداث هل غيرت بذهنية أهل اللد تجاه كل اللي عم بيصير تجاه المؤسسة الإسرائيلية؟ قلت لك إياها، أنا لما بكون بالدار حسوني 7 من أهل الشهيد أخذوهم حبسوهم وعذبوهم، ومنهم لليوم 5 المحبوسين جوات السجون الإسرائيلية. نعم. اللي هم 5 وثلاثة اللي هم برا. بشو برا يعني؟ بحبس منزلي. عشان مين؟ عشان إيجر يشوع رجم حجر، والله أعلم كيف مات. حبسته 7 وقلت هذول 7 هم اللي قتلوه، وموسى الشهيد اللي قتل بدم بارد ولا واحد شافه. وين العرب؟ وين الأمة الإسلامية؟ وين عرب 48 اليوم قتل موسى؟ وأنا بقول لك وتذكر كلامي، رح تصير نفس الهبة اللي صارت بشهر 5 أيار بال21 رح تعيد كمان مرة، لأنه اللد مستهدفة. ولما أجوا 13,000 مستوطن خشوا على كل اللد وهجموا عليها هجوم، وما فيش أي شرطة تقول لهم شو بتسووه، وهجموا على الدور، حرقوا سيارات، حرقوا دور، كسروا الدنيا. الناس أولاد صغار، وينهم صواريخ تبعون غزة اللي نزلوا علينا؟ وينهم المستوطنين؟ وصارت الناس خايفة، يعني اليوم الحياة بدهم يطفشوا. ذكروني في حرب 48 لما استحلوا اللد. طيب وموضوع الاعتداءات المستوطنين، هل في يعني خلينا نقول تصور عند أهل مدينة اللد أنه كيف يواجهوا هاي الاعتداءات إذا تكررت مرة أخرى بهذه الحدية؟ يعني مسلحين وناس مستهدفين أنهم يعتدوا على الفلسطينيين، لأنه هم سلحوهم. القوة الإسرائيلية سلحت اللي هم مستوطنين، تعون جوش كتيف، التمار، وكريات 4، هدول مستوطنين من الضفة الغربية. نقلوهم في الباصات على منطقة اللد، نزلوا مش بس الفرد وام 16 معاه، فهمت علي؟ والبوليس عارف انه معهم سلاح وعرف كل شيء. فرجيني واحد يهودي من اللي هجموا على اللد محبوسين، بس عرب اخذوا فوق ال 88 عربي من اللد. وين عكا؟ وين كفر قنا؟ وين ام الفهم؟ وين كفر عرق؟ انه الطريقه الوحيده للمواجهه انه يكون في خلينا نقول يعني تضامن من كل المناطق العربيه، مش بالزبط. فقط اهل مدينه اللد بالضبط. حياتهم بدرسوها. كيف بدرسوها؟ بقول لك هي قتلنا واحد الشهيد موسى مالك حسوني استشهد، هيو فيش 4-5 اشهر نسيوه، مات راح. الكتبت اول مره جاي بو 2 و3. اما لو احنا وقفنا يدية واحدة وكليتنا وعدنا كل 10 شهر ونعمل، كان الوضع يعني بتغير. بس راحت بكيس مين بيني وبينك؟ بكيس ابوه وبكيس امه، لكن هو شهيد عند الله، الله يرحمه. هاي اللي بقول لك اياه، وحسبي الله ونعم الوكيل. في كل بني ادم اشترك في قتلك يا موسى، هاي اللي انا بدعي. تفضل يا مياد، كنت بدك تحكي بهذا الخصوص؟ تعلقي يعني بقول لك انه هم لما انهم اخذوا الشباب يعني حبسوهم، كان هذا يعني زي تعليم عليكم، ان المره الجاي ان صار شيء اي شيء ما حدا فيكم يفتح تمه ولا حدا يطلع، وما تدفعوش عن حالكم. عشان ايش يعني؟ يعملوا حساب المره اللي فاتت ما سويناش ولا شيء وانحبسنا 6-7 اشهر واحنا فيش عاملين شيء. طب هذا برايك اضعف أهل اللد ولا أواهم بزيادة هاي الهجمة الشر؟ بالعكس، هذا الإشي أواهم أكتر. مشاهدينا، أيضا في إطار متابعتنا لظروف هبة أيار من العام 2021 وما بعدها، جئنا هنا إلى منزل الشيخ يوسف الباز إمام المسجد الكبير لنتابع.
إذن مشاهدينا، الآن نتواجد في منزل الشيخ يوسف الباز إمام مسجد اللد الكبير أو المسجد العمري، ويعني نشكره على استضافتنا في منزلك. أهلا بك سيد يوسف. أهلا وسهلا. يعني قبل يومين، أنت من الأشخاص اللي ما زلت تعيش يعني كل إرهاصات هبة أيار. وقبل يومين أو أيام قليلة كنت في تحقيق عند سلطات الاحتلال اللي ما زالت عم بتحاول إنها تلاحق أي شخص كان خلينا نقول حاضر في هبة أيار في مدينة اللد، وكان التحقيق يزعم بأنك قمت بالتحريض وما إلى ذلك في إحدى الخطب. ما الذي جرى معك؟ لأنه من هذا المحور ممكن ننطلق للحديث عن كل تبعات هبة أيار. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حدث معي قبل يومين هو استمرار، يعني استمرار للملاحقة السياسية لكل من ينطق ولو بحرف واحد نصرة للمسجد الأقصى المبارك، ونصرة لأهالي الشيخ جراح، نصرة لمدينة القدس، ونصرة لكل القضية الفلسطينية. ما زالت المؤسسة الإسرائيلية تلاحقنا وتريد إسكاتنا بأي وسيلة. بالأمس يعني قبل يومين فقط، نعم، اقتادوني أو دعوني إلى محطة شرطة لهب 433 في اللد هنا، واتهموني بأني أحرض على العنف مرة أخرى من خلال خطبة العيد التي كانت قبل 6 أشهر. يعني الغريب من الأمر أنهم لم يتذكروا خطبة العيد إلا الآن بعد 6 أشهر. فأنا قلت للمحقق، قلت له يعني ما الذي ذكركم بخطبة العيد اليوم؟ يعني كان ممكن التحقيق معي بعد الخطبة بأيام قليلة. أنتم شرطة وأجهزة استخبارات ومخابرات، وهذه الخطبة كانت بين أيديكم. نعم. فلم يكن له أي جواب غير أني أحرض على العنف. فقلت له أننا نعرف الحقيقة، الحقيقة هي أنكم تريدون أن يعني توهموا المحكمة وتوهموا قاضي المحكمة المركزية أن منع النشر بحقي هو أمر مبرر. فلذلك فتحتم فلذلك ولد هذا التحقيق الذي لم يكن له أي مبرر أيضا. والآن اليوم نحن اليوم الثلاثاء 11 من شهر كانون ثاني، بعد يومين يوم الخميس بعد غد سيكون هناك جلسة في المحكمة المركزية للبت نهائيا في قضية منع النشر الذي صدر بحقي. نعم. هلا يعني نشر في ذات اليوم اللي هو مضامين الأسئلة اللي كانت تسأل لك يعني عن، نعم، عن هذه الخطبة، يعني نعم، تكون في، نعم، جمل انه انت قلت سنضحي بأرواحنا من اجل، نعم، المسجد الأقصى، نعم، وما الى، نعم، ذلك. كيف تتعامل مع مثل يعني كان يتمحور التحقيق حول أنني قلت في خطبة العيد، قلت على إسرائيل أن تبتعد عن المسجد الأقصى المبارك وعن استفزاز المصلين فيه وعدم التعرض للمرابطين فيه، وإلا فإذا استمر هذا الاستفزاز فإن انتفاضة حارقة ستكون، وستكون إسرائيل هي السبب فيها، وستتحمل إسرائيل نتائج هذه الانتفاضة. نعم. فقالوا لي يعني أنت تحرض الناس أن يقوموا بانتفاضة. فقلت لهم أنا لست يعني أنا صغير جدا أن أدعو الأمة الإسلامية إلى أن تنتصر للمسجد الأقصى المبارك. الأمة الإسلامية عندما يعتدى على المسجد الأقصى يعني لن تنتظر إنسان مثلي لكي يقول لها ثوري في وجه إسرائيل فهي تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك. فأنا قلت رسالتي لكم محذرا أن استفزازاتكم هذه وأن عدوانكم هذا على المسجد الأقصى المبارك سيؤدي في نهاية المطاف إلى انتفاضة حارقة. نعم. الآن سألوني أيضا عن أنني قلت في الخطبة أننا لن نتخلى عن عقيدتنا، لن نتخلى عن إيماننا، لن نتخلى عن قناعاتنا بأن المسجد الأقصى المبارك هو مسجدنا وهو حق خالص لنا وليس لليهود فيه ذرة تراب، وفي سبيله نضحي بأرواحنا. فقالوا لي يعني قال لي المحقق، والمحققون كانوا 3،
فقال لي أحدهم: يعني ماذا تقصد سنضحي بأرواحنا؟ قلت له بلسان صريح: نحن لن نتخلى عن قناعاتنا بأحقيتنا في المسجد الأقصى المبارك بأنه حق لنا، حتى وإن أدى ذلك إلى التحقيقات وإلى الاعتقالات وإلى لوائح الاتهام، حتى لو قمتم بتصفيتنا جسديا سنضحي بأرواحنا ولن نتخلى عن هذا. نعم. عن هذه القناعة. يعني إلى جانب هذا التحقيق الذي يجري معك ومنعك من النشر، أيضا هناك تواصلت حملة اعتقالات بعد هبة أيار بحق شباب اللي تلقيت. نعم. حالة اعتقال. نعم. 30 اليوم موجود منهم عند. نعم. سلطات الاحتلال. برأيك هذا إلى أين يمكن أن يؤدي؟ في سبيل الذي قتل من الطرف اليهودي، إسرائيل اعتقلت العشرات من أبناء مدينة اللد، وعذبتهم ونكلت بهم واستعملت معهم وسائل غير جائزة حتى في القانون الدولي في التحقيقات، من أجل أن يعترفوا أنهم هم من قتلوا ذاك اليهودي. وحتى اليوم ما زالوا رهن الاعتقال، ومقدم نحو 7 منهم لوائح اتهام بالقتل العمد مع سبق الإصرار. نعم. مع أن هبة أيار كانت هبة تلقائية، يعني يقدم ضد هؤلاء الشباب اتهام قتل عمد مع سبق الإصرار، وما زالت النيابة تلفق التهم وتحاول بكافة الوسائل أن تثبت عليهم أنهم قتلوا لكي يحكموا عليهم بإحكام يعني المؤبدات وما إلى ذلك. طيب، يعني هذه هي إسرائيل، هذا الوجه الحقيقي لإسرائيل. يعني بالفعل حملة انتقامية من الاحتلال ضد. نعم. شباب بدون عدا عن أنه كمان اعتداءات المستوطنين ظلت متواصلة حتى يعني ما بعد انتهاء بدون الحق. أدنى شك. ونحن في توثيقاتنا اللي في أيام هبة أيار عندنا أشرطة مصورة أن المستوطنين في إحدى الزقق أو في إحدى الشوارع في الأحياء اليهودية يلقون الحجارة على العرب والشرطة تحميهم، يعني هم بين رجالات الشرطة ويلقون علينا الزجاجات الحارقة. نعم. والحجارة و و و وأشياء أخرى. طب هذا شيخ يوسف شو ممكن يغير في خلينا نقول في ذهنية الناس في مدينة اللد في الواقع الاجتماعي السياسي، لأنه حدث مثل هبة أيار لا يمكن أنه يكون مر مرور الكرام بدون أن يعني يترك آثاره في المنطقة خاصة الأثر المنطقة. الأثر الذي حصل من هبة أيار هو أثر إيجابي من ناحيتنا احنا كفلسطينيين هنا في مدينة اللد. يعني في حياتنا كلها في هذه المدينة في ظل احتلال دولة إسرائيل لها هذه المدينة لم نرى ولا مرة يعني توحيد صفوف بين أهالي المدينة جميعا مثل ما حدث في هبة أيار وما بعدها. اليوم كل الأحزاب وكل الأفكار وكل الأطروحات السياسية قد تلاشت واضمحلت وانتهت، وأصبحت مدينة اللد كلها بوتقة واحدة في وجه هؤلاء المستوطنين وفي وجه هذا الظلم الإسرائيلي الأرعن الذي يريدنا خدم وعبيد عنده. اليوم الحمد لله كل الأطياف السياسية متوحدون في لجنة تنسيق واحدة، ونواجه هذا الظلم معا بإذن الله. يعني تعالى أصبح في هناك رؤية لكيفية مواجهة هذا الإرهاب من المستوطنين. نعم. وبدون يعني خاصة أنه البلدية بدها تجيب كمان مستوطنين للبلد القديم. البلدية ما زالت حتى هذه اللحظة يعني تدعو المستوطنين أن يأتوا إلى مدينة اللد، ورئيس البلدية يدعو المستوطنين في الضفة الغربية أن يأتوا ليسكنوا في مدينة اللد. يعني في هبة أيار لما جاء المستوطنون من الضفة الغربية البلدية فتحت لهم مبنى من مباني. لا. البلدية بشكل مخالف للقانون، مخالفة صريحة للقانون، فتحت لهم يعني مبنى بلدية وأسكنتهم فيه لكي يمارسوا إرهابهم علينا، وأوجدت لهم يعني دفيئة وأوجدت لهم مأوى لكي ينطلقوا من مبنى البلدية للاعتداء على البيوت وعلى المساجد وعلى المقابر. ويعني هذا الإرهاب يعني شريك فيه المؤسسة الإسرائيلية سواء المستوطنين أو البلدية أو الحكومة أو الشرطة وما إلى ذلك. طيب سؤال أخير شيخ يوسف، هو إحنا سألنا لكل ضيف من ضيوف الحلقة في نهاية اللقاء عن مسألة العنف والجريمة في مدينة اللد، لأنه إحنا يعني
حتى لما اجينا بدنا نحكي عن الهبة، عن الظرف السياسي الاجتماعي، لا يمكن انه نتغاضى عن وجود مثل هذه دار اللي لها سنوات موجودة باللد، بكل يعني باغلب مناطق ال 48، بس باللد كمان هالقد مكثفة وهالقد. نعم. يعني هل تعتقد انه مثل هب حدث مثل هبة ايار كان ممكن يكون له اثر ايجابي في ال- 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 يعني الامل كان واضح وبارز في هبة ايار انه قضايا العنف، وللاسف قضايا العنف اللي هي صنعتها المؤسسه الاسرائيليه من اجل الهائنا عن قضايانا المصيريه وانشغالنا بالثارات بيننا وبين بعضنا البعض وبالاجرام وما الى ذلك، في من بعد هبه ايار يعني كان هناك من توحيد الصفوف انه العنف يعني تقريبا في وقت هبه ايار انتهى، لم يكن هناك اي احداث عنف في الوسط في داخلنا الفلسطيني يعني في وقت الأحداث وما بعد الأحداث بوقت طويل، يعني بالعكس الآثار كانت إيجابية، الناس أدركوا أن لهم عدو واحد اسمه دولة إسرائيل، يجب علينا أن نسمي الأسماء بأسمائها الحقيقية، الناس أدركوا أن عدوهم الحقيقي هي دولة إسرائيل، فلذلك يعني هذا يتغير تدريجيا في أذهان الناس وفي وعي الناس، والآن الحمد لله بعد التوحيد، توحيد الصفوف على المستوى السياسي وعلى كل المستويات الفكرية والاجتماعية وما إلى ذلك، نحن نأمل إن شاء الله لمدينة اللد مستقبل زاهر، وبدون أدنى شك أننا سنتصدى لهؤلاء المستوطنين ولن نسمح لهم أن يمارسوا زعرانتهم في هذه البلدة المباركة. مشاهدينا، نتواجد هنا في محيط البلدة القديمة في مدينة اللد، من ورائنا خان الحلو، وهنا في هذه المنطقة تحديدا يواجه السكان مخططا جديدا من قبل سلطات الاحتلال الذي بدأت تسارع لتنفيذه خاصة بعد أحداث هبة أيار. عمليا الاحتلال يخطط لإنشاء مباني سكنية حديثة على أنقاض المباني الموجودة هنا الأصلية الموجودة في المنطقة، من أجل على المستوى البعيد تهجير السكان الفلسطينيين وإحلال مستوطنين في هذه المنطقة، ربما الحديث عن 500 عائلة يعني من المستوطنين في حال طبعا تم تنفيذ المخطط، ولكن أهل المنطقة يقودون حملة من أجل منع تنفيذه وإبطاله. للحديث أكثر عن هذا المحور معنا السيد محمد أبو شريقي، عضو بلدية اللد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم جميعا المشاهدين. يعني قبل ما نحكي عن تفاصيل المخطط اللي بيستهدف معالم المنطقة وبيستهدف المباني السكنية الخاصة بالفلسطينيين، بس بدنا نتطرق لمحور بشكل سريع عن تبعات هبة أيار على أهالي المنطقة، مش بس من بما يتعلق بالمخططات اللي بلش الاحتلال يسارع لتنفيذها، وإنما أيضا على الناس من حيث الاعتقالات، الملاحقات، كل هاي الأمور اللي بلشت يعني تصير بالأشهر اللاحقة لهبة أيار. يعني حقيقة بعد هبة أيار 2021 اتضحت لنا الصورة يعني بأن هنالك هدف بتهجير أهالي هذه المنطقة البلدة القديمة وإحضار المستوطنين طبعا والاستفزازات للوسط العربي، على أساس أن هؤلاء السكان العرب يقومون بالهجرة من المدينة والتوجه إلى مدن وقرى عربية، وأصبح واضح جدا بأن هنالك المؤسسة الإسرائيلية أدخلت مشروع تجديد المدينة القديمة، وهذا التجديد طبعا يسيء جدا للمواطنين العرب، ونحن كنا بدورنا كأعضاء بلدية، 6 أعضاء بلدية في مدينة اللد، قمنا بتوعية هؤلاء السكان، وكما تلاحظون هذه العمارات يسكن فيها 95% من المواطنين العرب، ويريدون اقتلاع هؤلاء الناس ووضعهم في عمارات حتى 20 طابق وتحديد مكانهم وعدم الخروج والتحرك أيام الأعياد اليهودية ويوم الجمعة ويوم السبت. أدركنا ذلك جيدا وقمنا بتوعيته الناس. هلأ يعني اللي بدخل على البلدة القديمة خلينا نقول من جهة الجامع المسجد العمري، نعم،
يشعر أنه لسه ما زال مثلاً على الأقل الطريق هي يعني أصلية أو تاريخية لم يتم التدخل فيها من حيث شق الشوارع. هنا نلاحظ أنه هون في شارع جديد يبدو تم شقه بالعام الماضي، ذكرت لي نعم قبل عام. قبل عام وفي عندنا هاي البؤرة اللي بوقت الهبة كمان تم تنشيطها. نعم نعم حقيقة هذا الشارع أولا لا ننسى هنا الكنيس المسيحي يتواجد ومقام النبي خضر عليه السلام، وبجانبه المسجد العمري الكبير. هذه الساحة جاءت لكي تخدم المستوطنين الذين يأتون من خارج مدينة اللد، وهم على فكرة ليسوا بسكان مدينة اللد، والبلدية ورئيس البلدية يريد بهذا الشق الطريق الجديد طبعا بتسهيل جميع الوسائل لكي يتيح لهم من هنا الخروج إلى شارع رقم 40 للالتفاف إلى مدينة اللد وإلى المطار وإلى مدينة القدس، بدلا من الالتفاف داخل الحي القديم والحياة العربية القديمة. وهذا طبعا هذا الشارع حديث، وطبعا هنالك موقف للسيارات جاء لكي يخدم هؤلاء المستوطنين الإرهابيين الذين قدموا للاستفزازات في الوسط العربي. ولا ننسى بأنهم يوميا تقريبا يقومون طبعا باستفزاز أمام المسجد العمري الكبير ويقومون بالرقص. ونحن يعني اللي عم نحكي عن المستوطنين مثلا هون أعدادهم قديش اللي موجودين؟ ما يقارب 200 مستوطن يعني طبعا يأكلون ويشربون ويتلقون طبعا رياض الأطفال مجانا على حساب المواطنين اللي أهل اللي بثابت ساكنين هون يعني موجودين طول الوقت مؤقت يعني عمليا عندما تفتحي البطاقة الهوية هو عناوينهم من مستوطنات أرائيل وعمونيل ودوليف وما شابه ذلك، مستوطنات التي أراضيها اغتصبت بالقوة من المستوطن من الأهالي نعم. الفلسطينيين في الضفة الغربية. يعني استقدامهم خصوصي من أجل أنه يكون في هناك يعني خلينا نقول تغيير للمشهد في هاي المنطقة، وانه ما يستفز الاحتلال يبدو بانه عم نحكي عن 90 او 95% من السكان هون هم فلسطينيين. نعم. طب في حال مثلا يعني او خلينا نقول رؤيه الاحتلال لهذا المخطط، ايش شو المشهد اللي ممكن نشوفه في لو تم تنفيذ هيك مخطط؟ يعني اولا انا اعطيك على سبيل المثال يعني هؤلاء الناس طبعا بدعم من المؤسسه الاسرائيليه يقومون باقناع السكان هذا الحي الذي نتواجد فيه لبيع هذه المنازل لهؤلاء المستوطنين، وهنالك دعم كبير وإغراءات كبيرة من الأموال الذين يتم على سبيل المثال بيت 70 متر يدفعون 1,200,000 شيكل، بينما سعر هذا المنزل هو 50-60,000-70,000 شيكل أكثر من حد. يعني هنالك إغراءات على أساس إن وللأسف الشديد هنالك البعض طبعا سقط في هذا المطب من أهالينا الفلسطينيين في مدينة اللد وتم بيع هذه المنازل. صحيح أنها منازل قليلة جدا، ولكن كنا دخلنا في لتوعية هؤلاء الناس، والحمد لله بفضل الله تعالى وفضل تجاوب الناس والأهالي معنا إن منعنا حتى أفشلنا المخطط اللي هو تجديد البلدة القديمة، لأن هنالك بند من خلال هذا التجديد إذا وقع 70% من السكان العرب فيتم طبعا تنفيذ هذا المخطط على أرض الواقع. لكن حتى الآن هو معطل بسبب عدم توقيع. نعم صحيح، هو حاليا ألغي هذا المخطط، وحاليا توجه رئيس البلدية طبعا للكنيسة الإسرائيلي على أساس أن تنزيل نسبة التوقيع من 70% إلى 60%. وحاليا هذا المخطط تجديد البلدة القديمة تم تجميده ونقله إلى حي آخر، يعني الأغلبية هنالك طبعا مش مواطنين فلسطينيين عرب، ولكن نحن نريد ونوجه رسالة عبر أثيركم الطيب لأهلنا في مدينة اللد خاصة الفلسطينيين في مدينة إياكم ثم إياكم والحذر ثم الحذر من هذا المخطط، لأن هذا المخطط جاء ليسيء تحركات أهلنا في مدينة اللد وتقييدهم في أيام الأعياد اليهودية مثل السبت والأعياد اليهودية ويوم الجمعة، ونحن لا نريد أي مواطن عربي في مدينة اللد أن يوقع على هذا المستند. نعم. مهما كانت الإغراءات. طيب عشان نفهم أكثر كمان يعني
خلينا نقول التركيب الاجتماعي الديمغرافي في منطقة اللد. الاحتلال يحاول دائما استقدام المستوطنين، يعني ب 2010 جاب يمكن 10,000 أو 15,000 مستوطن سكنهم في اللد من مناطق مختلفة، وهي اليوم كمان عم بحاول يستقدم كمان عائلات، لكن بنفس الوقت نسمع عن هجرة عكسية من جانب المستوطنين اليهود انه بيطلعوا من اللد لخارج، هل هذا صحيح؟ وهل المشهد اللي شفناه كمان بوقت الهبة انه في عائلات يهودية مسكت اغراضها وطلعت وهاجرت؟ نعم، اولا انا اقول يعني حقيقة مدينة اللد تاريخها يعني تاريخ تعايش سلمي بين اليهود الذين تعايشنا معهم على مدار 72 عام، حتى هم يرفضون هذا المخطط ويرفضون هذه القدوم للمستوطنين في مدينة اللد. يعني حقيقة قدوم هؤلاء المستوطنين هنالك كان بناء حي جديد ويسكن فيه حوالي 10,000، يعني عمليا حي جديد حديث، يعني خلال سنة تم استقطاب ما يقارب 10,000 نسمة، حي يسمى جنيه أيالون، يعني محاذي من هنا 3 كيلومتر من موقعنا. ولكن الحقيقة مما طبعا يبهج أهالينا في مدينة اللد بأن هناك الكثير من اليهود القدامى يتركون مدينة اللد ويأتون بدلا منهم مستوطنين، ولكن بأعداد قليلة جدا. نحن نتوجه من هنا إلى أهالينا في الداخل الفلسطيني للقدوم لمدينة اللد وشراء منازل، لأن هناك جميع الأماكن متوفرة، سواء أماكن العمل، سواء المدارس، سواء الحياة الكريمة، العمل، المساجد، كل هذه المتطلبات في مدينة اللد متواجدة ومتوفرة. فنتوجه لأهالينا في الداخل الفلسطيني بشراء منازل في مدينة اللد. نتواجد مشاهدينا هنا في ما يعرف بكرم أو حي النقيب اللي هو موجود بشمال غربي مدينة اللد. هذا الحي يستهدفه الاحتلال بالاستيلاء على جزء من أراضيه، هي أراضي بملكية خاصة، والآن يريد الاحتلال اختراقه بمخطط هيكلي جديد. طبعا سنعرف تفاصيل هذا المخطط، ولكن لابد أن نشير بأنه قضية حي النقيب أثيرت بشكل بارز في شهر 8 من العام الماضي، أي أنه كمان ما بعد هبة أيار تحدثنا عن أنه خطوات الاحتلال في ما بعد هبة أيار تسارعت للتهويد، للاستيطان، لجلب مستوطنين. وحتى هذا الحي كمان قضيته برزت بعد هبة أيار لكثير من العوامل اللي رح نفهمها بالتفصيل مع ضيفتنا السيدة مها النقيب، هي من هذا الحي وهي ناشطة سياسية. أهلا بك ست مها. أهلا بك، مساء الخير. مساء يعني تحت الهواء كنا عم نتناقش عن قصة هذا المكان. احنا هون داخلين على منطقة خاصة محاطة خلينا نقول بجدار فيها بيوت تتبع لعائلة واحدة وأراضي زراعية، والآن الاحتلال يريد اختراقه. لكن عشان نشرح للمشاهدين طبيعة هذا المكان، كنت عم بتقولينا إيش صار في وقت هبة أيار لما المستوطنين أجوا بالباصات عشان يعتدوا على بيوت أهالي مدينة اللد، وكانوا عم بحاولوا بالذات يعتدوا على هاي المنطقة. شو صار بهذاك الوقت؟ صح. بهاي الفترة اللي هي فترة عيد الفطر ويوم الوقفة، المستوطنين حاولوا يعتدوا على كل البيوت العربية بهاي المنطقة، بالذات البيوت المتطرفة والبيوت اللي هي فيش لها حماية. وكان بالنسبة لنا هذا الحي إنه هو مغلق وفي جدار هو الحماية تاعتنا. وحاول عدة مرات المستوطنين إنه يدخلوا من المنطقة الغربية تاعت هذا الحي ويدخلوا من منطقة يعني حي غني أفيف اللي هو حي يهودي روسي، وانه يخترقوا ويدخلوا. كان في تخوف انه بالليل احتمال يحرقوا البيوت زي ما هم متعودين يعملوا. كنا نشوفهم يعني الشباب على مدار 4 ايام كانوا يباتوا على حراسة فوق اسقف البيوت كليتها شبابنا. كانت في مروحيات اللي هي من غير طيار، هاي المروحيات الصغيرة يطيروها، واحنا عارفين انه المستوطنين بيطيروها على اساس يراقبوا اذا في حراسة او ما فيش حراسة. وكنا طول الوقت يعني بخوف انه الشباب تضلها سهرانه لساعات الصبح طول الليل كحراسه، وكنا نشوفهم نحاولوا يدخلوا. القضيه انه ما دخلوش هي موضوع طابع الحي انه حي مسكر، وانه
لو كانوا بدهم يدخلوا كان لازم يمشوا حوالي 100 متر بأرض اللي هي زراعية ويكونوا مكشوفين. ويعني ووقتها حتى كمان القانون اليهودي ما كانش بعطيهم، القانون الإسرائيلي يعني ما كانش بعطيهم حماية لو دخلوا جوا، على الرغم من انه يعني تشككنا بكل موضوع قضيه القانون القانون يعني عمليا عم نحكي انه المستوطنين ما قدروا يدخلوا على المنطقه لانه هالقد حي خاص، هالقد حي مغلق، وهالقد حي عائلي ومكشوف. صح. هذا الاحتلال اللي عم بيحاول اليوم يغيره بحي النقيب يعني. صح صحيح. فشو القصه، شو بالضبط مخطط الاحتلال يعني؟ بس على اساس ارجع للنقطه هاي انه عائلات عربيه اللي هي موجوده من المنطقه الغربيه اكثر لحي غن افيف مثل عائله ابو حسونه والاعصم دخلوا المستوطنين واعتدوا عليهم لانه ما فيش عندهم هاي الحمايه انه هم مغلقين. اللي التخطيط اللي الان بحاول يعمله بالأساس التخطيط إحنا معنيين فيه، لأنه التخطيط المفروض يعطينا إمكانية أنه نرخص البيوت ونشبك هاي البيوت بشبكة الكهرباء وأنه يكون عندنا كهرباء اللي هي قانونية. لكن هم استغلوا أنه إحنا هالقد بحاجة لهذا التخطيط على أساس أنه يحولوا هذا الحي اللي هو حي عائلي بدهم يعملوا لحي مفتوح حي عادي. الشوارع هاي طبعا مصادرة، شوارع عامة، مناطق خضراء عامة، مباني عامة. يعني لما أنا بحكي مباني عامة اللي هي مش بس تخدم الحي إلا ممكن حتى يخدوها مثلا تخدم الحي اليهودي خلاص، هي لأنها بطلت تبع لأنها هي تبع للبلدية، خاصة أنه حي النقيب متاخم لحي غن أفيف اليهودي. والمنطقة اللي هي حددوها كمبنى عام هي بالضبط متاخمة للمدرسة الموجودة يعني بسهولة بضموها خلاص، هي قانونيا هي مش تابعة لنا. فمن هون احنا اعتراضنا، بالإضافة انه ما فيش اي محافظة لطابع الحي كحي عائلي. احنا يعني هاي الارض ورثناها، او جوزي واخوته ورثوها عن ابوه اللي ورثها عن سيده، في هذا النوع الارتباط والتشبث بالارض وانه احنا اصحاب ارض هون مش فيعني هذا التخطيط بده يحولنا من اصحاب ارض لاصحاب بيوت، مجرد بيوت انت الباقي مالكيش دخل فيه. لا الشارع هو الك ولا المبنى العام اللي بارضك الك، وكل هذا بالاضافه احنا لازم ندفع رسوم تطوير غاليه كثير باهظه اللي عشان تزودوا بنية تحتية لمناطق لأرضكم والبيوت هي موجود. صح. يعني بالمقابل مثلا القانون نقول مواطن يهودي بيجي بيشتري قطعة أرض عشان يبني عليها بيته، هو بيشتري بس قطعة الأرض وبيدفع حق التطوير لأنه هو الشارع هو مش تاعه، هو مش مخدينه منه. المبنى العام كمان مش مخدينه منه، فطبيعي أنه يدفع حق التطوير. لكن أنتوا بدكم تاخذوا كل هذا منا وكمان ندفع حق التطوير واحنا مش معنيين. يعني المساله مش مساله مبالغ، المساله طابع الحي وشكله وانه نحافظ على المكانه هاي تاعتنا كاصلانيين كاصحاب ارض بهاي. نعم. بلد يعني خاصه انه احنا عم نحكي عن البيوت كلها موجود فيها اشخاص من عائله واحده. صح. ففي خصوصية لها علاقة كمان بالزبط. بالنمط الحياة الاجتماعية. صح. يعني الناس موجودين هون مجتمع محافظ، عارفة انه مثلا انا هون بس حشوف عمي او خالي، يعني هالقد مغلق وهالقد عائلي. حتى عم نحكي انه هذا الشارع اللي احنا موجودين فيه هذا حسب مخطط الاحتلال حيصير شارع عام يمرق منه. صح بالضبط، انه هذا الهدف انه يكون شارع عام يعني مطلق. بالاضافة الى انه دائرة اراضي اسرائيل حطت ايدها على بعض قسم من الاراضي، وهي الارض المفروض وكانه تفصل بيننا وبين الحي الروسي. نعم. اللي هو غن افيف، وهي مهيئه للبنى، مخططه للبنى، فعلى الاغلب انه راح تباع للمستوطنين لانه هم وكانه اللي بيحافظوا على التوازن هذا وكانه بين العرب. نعم. اللي هم إرهابيين من وجهة نظرهم، وبين اليهود المسالمين، ولازم يجيبوا الجيش المدني هذا اللي يحافظ ويحمي، فهو المستوطنين. فيعني بكرة على أرضنا أنه إحنا ممكن نلاقي عمارة اللي سيسكنها مستوطنين. هلا هكذا يعني هذا النوع من التخطيط هو أكيد مش وليد اللحظة، هو بيكون له سنوات طبعا. يعني وخاصة بموضوع حي النقيب، لكن
تعتقد انه في علاقه ما بين الهبه وما بين انه صار في اقتحام للمنطقه بهذا الشراسه خلينا نقول طبعاً. لتنفيذ المخطط بشهر 8؟ طبعا بشهر 8 يعني دخلت يعني صحينا الصبح لقينا الشرطه مع الجرافات موجوده هون من غير ولا امر محكمه ولا وبعدها القضايا تاعتنا ساري بالمحاكم يعني هم دخلوا هم خالفوا القانون اعتدوا علينا كانت محاوله انه يجرونا للعنف يعني في فيديوهات اللي بتورجي شرطي اللي يعني وانا بنفسي تشكيت عليه لمخش اللي هي سلطه مراقبة الشرطيين فمش انه انا يعني متوقع منهم اي شيء بس انه المفروض يتسجل الشكوى هاي نعم. انه هو بطول قنبله من غير اي سبب احنا بنحاول نوقف نصدهم انه ما تدخلوش بطول قنبله بده يرميها علينا من غير اي سبب من غير ما تعاملنا معهم بعنف ولا اي نعم. اي شيء وحاولنا نفهمهم انه يا عمي معكم امر محكمه تعالوا تفضلوا معكمش امر محكمه في شيء غير قانون يدخلكم هلا هو في امر محكمه بأي... لا انه امر محكمه يدخلوا لا لسه بعد المخطط اللي عم نحكي عنه وين واصل قانونيا خلينا نقول في عنا جلسه محكمه لسه ببدايتها ب 31/1 ايش من الشهر هذا في احنا ثلاث مسارات قانونيه قاعدين بنجري فيها على الارض بنشتغل فيها نعم. المسار القانوني اللي هم رفعوا دعوه ضدنا وكأن في جزء معين بعض القطع انه احنا معتدين وماخذينها لان هاي القطع مش محرره نهائيا في مسار اللي احنا بنقول لا هاي بنطالب ملكيتها لهاي القطع فهذا بمسار قانوني مختلف والمسار الثالث هو اعتراض على المخطط فثلاث مسارات قاعدين نشتغل فيها. طب شو توقعاتك وانت يعني كمان على اطلاع بكثير قضايا مش بس بلد في مناطق ثانيه بكيف الامور المسارات القانونيه بهاي دوله اسرائيل اللي يعني هي بالهبة الاخيره خلينا نقول زالت كل الاقنعه يعني صح. كشفت عن وجهها الحقيقي صح. بالنسبه لعلاقتها مع الفلسطينيين في الداخل فشو توقعاتك بالنسبه لهذا المسار للأسف يعني مسار هون بالتخطيط بتأمل إنه نقدر ننجح وبتمنى الخوف هو كبير أكبر من تخيلي خصوصي مثل ما قلت يعني إحنا بشهر 5 صار واضح إنه إحنا عايشين هون عمليا بنظام أبارتهايد واضح يعني يعني حتى القانون اللي كنا نلتمس منه ونقول وكأنه هو ال آخر إشي ممكن نلجأ له واحتمال ينصفنا ينجح. احتمال ينصفنا نعم فإحنا واضح إنه أملنا هذا بخيب كتير في تخوف في تخوف فشو اللي ممكن يضغط يعني شو الإشي اللي ممكن يساعد على أنه هيك قضية يعني تنجح لصالح الفلسطينيين بس التلاحم الشعبي النضال الشعبي هذا أثبت حاله في كل منطقة سواء بالقدس وبالشيخ جراح او بالنقب وبرافر وكليتها هم رح يرجعوا ويحاولوا كمان مره وكمان مره لكن هذا هو بس الحل الوحيد اللي موجود قدامنا يعني. طيب حسيتي انه ما بعد الهبة هل صار في تغير على مستوى خلينا نقول علاقه يعني اهل اللد ببعض او الفلسطينيين ببعض لانه هالقد شافوا في هجمه ضدهم من المستوطنين وحياتهم بخطر طول الوقت فبيغير هذا عن جد من طبيعة العلاقات من طبيعة البنى الاجتماعية اللي ممكن بعدين تصير بنى سياسية يعني هو غير نوعا ما يعني أو ممكن هو إشي بعيد الأمد يعني يعني إحنا يعني للأسف لسه يعني أنا توقعت غير أكتر غير إلى حد ما يعني كمثال إحنا أغلب المجتمع هون يعني بما إنه مجتمع فقير وملهي بالحياة اليومية وبلقمة العيش فيعني مش كتير حتى المجتمع مسيس كمان يعني احنا موجودين تحت حملة تجهيل يعني كبيرة على اساس انه نمنع انه الانتماء والهوية ما يكون في حراك على بالضبط طول الوقت طول الوقت يعني انسان اللي هو مجرد نشيط شوي او حراك بحاولوا يقمعوه يصدوه على اساس ما يسويش هذا الصدى حواليه بس بالرغم من هذا بعد شهر 5 احنا تحولنا لمجتمع فيه الخطاب الجمعي في عنا عائلة أسرة في عنا عائلة شهيد في عنا أسرة يعني كل هاي المفاهيم النضالية تحولت ل إشي ملموس إشي حقيقي فأنا توقعت إنه أكتر يعني نقدر
نصعد بهاي الأمور وإنه نأثر أكثر على المجتمع. لسه بعدي ما وصلتش يعني بشعور إنه نعمل كفاية. للأسف إنه يعني كل مرة بينقتل فيها شاب أو إنسان اللي هو على خلفية جنائية وبالذات عرب إنه بيقتلوا عرب. انتشار العنف والجريمة بالضبط بيرجعني لورا وبشعر بإحباط. يعني أبسط الأشياء عشان أقول لك إنه في كل إنسان عربي بالداخل وباللد بالذات في عنده هذا التخوف إنه هذا العنف أو هذا الموت يوصل لبيته، سواء إنه هو بيشتغل بالإجرام، إله دخل بالإجرام أو ملوش أي دخل بالإجرام، وهذا التخوف موجود بشكل يومي. نعم. المرة الوحيدة اللي أنا ما شعرتش إنه أنا خايفة على أولادي برغم إنه في خطر عليهم هي فترة شهر 5. يعني أنا شعرت إنه لو لا سمح الله حد من أولادي انسجن أو حتى لا سمح الله استشهد أنا بدي أكون راضية لأنه هو عمل لازم يعمله. نعم. فيعني لو لا سمح الله واحد انأذى بخلفية الإجرام أنا رح أشعر إنه هو ضاع هيك، لكن بإنه خلال الهبة إنه هو بدافع عن بيته بدافع عن أرضه بدافع عن أهل بلده أنا بدأ أكون كتير يعني شاعرة برضا عن هذا الوضع. وهذه هي المفارقات بين حالتين من الخطورة اللي إحنا عايشينها.